ازيك يا عائشة؟ عاملة ايه؟ الحمد لله يا مس. المرة اللي فاتت بعد الفصل ما رجعتيش ليه يا عائشة؟ بعد البريك ما أنا رجعتيش؟ بعد البريك هو أنا ميس ما لقيتش لينك، هو يعني أنا لقيت يعني في حصة تانية، كانت في حصة تانية بعديه. طب خير، ماشي. طب والواجب؟ ما فيش فرق، هو كان في واجب والله ما أعرف، ما تبعتش على الجروب ولا انت ما بصيتيش كويس؟ ما فيش حد بعت على الجروب. حلو. مش على الجروب. ماشي. طب ذاكرتي اللي احنا خدناه؟ ذاكرتنا جميل، ذاكرته بسم الله. طيب حفظت الآية؟ طب احفظيها عشان ايه؟ ممكن يجي سؤال تسميه، اتفقنا؟ تمام. انا واحدة بس اجيب الكتاب. بسرعة سريعا، يلا يلا بسرعة. عايشة معايا عايشة؟ ايوه مش معاكي، بس انا بص بقولهم ادخلوا عشان متأخرة. اه طب مش كده كده احنا لما بيرجعوا بنعيد تاني. طيب تمام. احنا قلنا الأول كلمة الجاهلون، طيب فاكرة عيني كلمة الجاهلون كان معناها ايه؟ الجاهلون معناها السفهاء. هذا يبقى كلمة الجاهلون لو قلت بتدل على ايه؟ بتدل على السفاهة، صح؟ يبقى هنكتب بس فيها كلمة تدل، يبقى الجاهلون توحي بالسفاهة أو الحماقة، يبقى الجاهلون توحي بيها شو شو؟ السفالة والحماقة، السفالة والحماقة. السفاهة والحماقة. طيب ايه رأيك؟ قالوا سلامة، تفتكري علاقتهم ما قبلها ايه؟ علاقة ما قبلها تفصيل. ركزي كده، هقول لك كذا اختيار، ايه رأيك؟ طب انت فاهمه يعني ايه تفصيل؟ ان انا علاقه شرط، هي نتيجة شرط لما قبله. انت قلتي ايه؟ نتيجة شرط، صح؟ انت قلتي كده؟ يبقى على قدر ما قبلها ايه يا استاذه؟ علاقة نتيجة شرط. نتيجة لما قبلها، اسهل حاجه، نتيجه لما قبلها. تمام، حد اسمه لا لا يبقى تاني، يبقى احنا قلنا كم موطن كمان؟ قلنا اتنين، الجاهلون توحي بالسفاهة والحماقة، وقالوا سلامة على قطع ما قبلها نتيجة. يبقى يلا سمعي شوف موطن كمان. الجاهلون توحي بالسفالة والحماقة و سفاهة نعم أيوة بالسفالة، تاني، الجاهلون توحي بالسفاهة والحماقة، وقالوا سلاما نتيجة لما قبلها. خاطبهم وقالوا ده ماضي ولا مضارع ولا امر؟ خاطبهم ده ماضي. ماضي، الاثنين ماضي، وقالوا برضو ماضي. طب فاكره أوه. المره اللي فاتت، مش امبارح، المره اللي فاتت لما خدنا مضارع بتاع يمشون يوحي بايه؟ المضارع بيوحي بالتكدس والاستمرار واستحضار الصورة. طب الماضي، طب ما لو كده المضارع بيستخدمه على طول. لا ماضي، يبقى كده خاطبهم. قولي كنت بتقولي يا عائشة، قولي حاجة.
فعل ماضي في الثبوت والتحقق، صح؟ ممتازة ممتازة. يبقى خاطبهم وقالوا ليه بنستخدم الماضي ما دام المضارع بيوحي في جماليات الماضي، يوحي بالثبوت والتحقق. يعني ايه ده؟ امر بيحصل، حصل خلاص منتهي. تمام. ازيك يا اسلام؟ ازيك يا عبد الله؟ هي أظن عضلة دي حبيبة أظن. حبيبة. افتكرت، طب المايك بيشتغل مش عندك عارف، أخوها بيدخل بتدخل مع اللاب وأخوها بيدخل عليه برضو فبيعرفوا الأسامي. مش مشكلة، مش مشكلة. اسلام، ازيك يا اسلام؟ مش ازيك يا اسلام؟ طب يلا نكمل. يبقى احنا قلنا 3 مواطن جمال، قلنا خاطبهم وقالوا ماضي يفيد التحقق والثبوت. ممتازة ممتازة يا عائشة. وقلنا الجاهلون توحي بإيه، فاكرة؟ الجاهلون توحي بالسفاهة والحماقة. نور. وقالوا سلامة نتيجة لما قبلها. كده الآية الأولى دي كده خلصت. تمام. يا بس زمايلي يدخلوا عشان ما يفهمهمش، بس الآية الثانية ممكن تسمعيها لغاية ما ايه المايك يشتغل عندهم. يلا حب. الأول حاجة احنا متفقين يا عائشة ما بنحفظش حاجة مش فاهمينها. لو في حاجة مش لا تمام. فاهمينها ممكن فاهمين كله. كده. طب يلا شوف سمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا بسم الله الرحمن ثانية، عشان انتي مش حافظة الآية ولا حافظاها؟ الرحيم. لا أنا حفظها تمام. بس خلينا نقطة جمال دلوقتي، بس برافو عليك انك حافظاهم. حافظاهم. الجاهلون توحي بالسفاهة والحماقة، وقالوا سلامة نتيجة لما قبلها. ليه استخدم و الآلة ما فيها الماضي؟ يوحي بإيه؟ استخدام الماضي للثبوت والتحقق. تمام. إسلام وعبد الله ده حبيبة صح؟ اسلام جديد معايا ولا اسلام اللي معانا؟ حبيبه، اهلا يا حبيبه. كنت غايبه ليه يا حبيبه؟ ما فيش يا مس، والله الموبايل واللاب كانوا تعبانين شوية، اهم كنتش حاجه عارفة. كويسه ومشكله، اهم حاجه انت كويسه. طب بصي بقى، احنا هنمشي ولو في وقت هرجع لك للايه الاولى. احنا خدنا ايه واحده بس. تمام. أصلا أنا ايوه قلت لها يعني لا، وهي ذاكرت أظن. أنا ذاكرت، أيوة ذاكرتها ذاكرتها. الجمال ده يا جماعه. طب في حاجه تحب اعيدها لك او في حاجه مش واضحه؟ لا تمام. متأكدة لو في حاجة ما فيش مشكلة أنا معاكي. طب وبرضه لو في حاجة ظهرت وأنتي بتذاكري أنا معاكي في أي وقت ابعتيها لي. طيب ماشي. إسلام، إزيك يا إسلام؟ ده يا رب. يلا بسم الله نكمل. نبدأ بقى في الآية الثانية. والذين تمام. يشهدون أحيانا. يلا ناخد معاني كلمات فاكرين إحنا بنخمنها سوا. تمام. محدش بيقول يعني إيه ضروري يعني بندردش سوا. طب يعني ايه يبيتون؟ تمام. يبيتون يعيشون مثلا. ايه رأيك في يبيتون؟ مقصود بيها وقت الليل ولا لا سنة. بعدين يبتون ربي يسجدون. ثاني؟ اسمعوني، كلمة يبيتون دي تفتكروا مقصود بيها الليل ولا وقت النهار؟ يبات. انا يقضون يعني الطريقة الذي يقضون بها ليلي. أيوة الله، إيه الجمال ده؟ يبيتون يعني يقضي ليله. جت منين؟ كلمة يبات يعني يقضي ليله. فهو بيحكي هو بيحكي، وأنا إحنا بنتكلم عن صفات المؤمنين، فالآية الكريمة بتكلمنا عن الصفة الثالثة. إحنا قلنا قبل كده إن هم بيمشوا بتواضع ووقار وبيردوا الإساءة بقول يسلمون فيه. الصفة الثالثة هنتكلم عنها بيقضوا ليلهم إزاي؟ فيبيتون هنا معناها يقضون ليلهم. يبيتون يعني معناها ايه؟ ليلة. احفظش الايه، احفظها يا شباب. طيب سجدا يعني ايه؟ ساجدين يعني معنى كده ان هم بيسجدوا، يبقى بيقضوا وقتهم بيعملوا ايه؟ العبادة. السجود والقيام ده يقصد بيها ايه؟ بيرمز لايه؟ الصلاه. يعني هي صلاة العباده بالظبط اللي هي ايه؟ صلاة صلاه. صلاة بيقضي الليل كله بيسجد ويقيم. فأنا مقصود بيها الصلاة. طب سجدا جمع ولا مفرد يا شباب؟ جمع جمع مفرد. جمع ساجدا. ساجدا. الله ينور.
أستاذة حبيبة جميلة، برافو عليكي. اسمه جميل جدا، وإسلام لو نطق أنا واثقة إنه هيبقى ممتاز جدا. طيب قياما، اللي هو يعني إيه قياما؟ اللي هي جاية من إن إحنا بنقوم في الصلاة، فإيه يعني؟ يعني قياما معناها قائمين يصلون، قياما معناها تمام. قائمين يصلون، قائم يصلي. طيب هنا قياما دي جمع مفرد حاجة، جمع مفردها قائم قائم. الله ينور استاذه. طيب شايفين كلمه بقى، بص بقى تعالوا ندردش في حاجه بره الدرس، يلا مش مشكله. قائم دي مفرد قائمين، وكلمه ساجد مفرد. الكلمتين دول جايين من ايه؟ من ساجد مثلا، جايه من الفعل سجد، صح كده؟ يعني انا بص معايا في الحته دي درس مهم قوي هناخده الترم الجاي. بص معايا تعالى، ساجد مفرده ايه؟ جايه من كلمه ساجده. معنى كده ان انا لما حبيت اوصف الشخص اللي بيعمل حاجه حطيت له الف، صح كده؟ يعني لعيبه، بني ادم اللي بيلعب لاعب، لاعب حطيت له الف، صح كده؟ طيب البني ادم اللي ضرب يبقى نار. ايه؟ ده ايه اللعبه الحلوه دي؟ الترم الثاني كله اللعبه الحلوه دي. يبقى انا هناخدها الترم الجاي، اول درس باذن الله اسمه اسم الفاعل. ايه اسم الفاعل؟ الكلمه اللي تدل على اللي قام بالفعل، او الايه اللي اتفق. بعملها ازاي؟ ليها كذا شكل، يعني اللي انا بقوله ده مش كل اشكال، ليها كذا شكل. شكل ان انا ايه؟ ازود الف، فلما ازود الف هيبقى على وزن ايه؟ فعل. ده اول درس الترم الثاني. يلا اي خير، نرجع لدرسنا. تمام. يبقى انا عندي كلمه، احنا قلنا الايه الكريمه قالت لي ازيك يا سيف عامل ايه؟ الحمد لله تمام. تاخد ده ازاي؟ ينفع كده كل مره تاخير؟ ناس فضل. انا ما اقصدش يعني، بس ايه؟ بدري شويه مش هو؟ تمام. يلا احنا كده كده في الايه الثانيه لسه بنيجي. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، احنا خدنا بس معاني الكلمات دي. فهنا تمام. بيقول من صفات رضا الرحمن يبيتون، اهي راجعت معاني الكلمات. يعني ايه؟ مين فاكر يبيتون يعني ايه يا شباب؟ ايه احنا معناها، احنا بنراجع معاني الكلمات عشان الست لسه داخل. يبيتون يعني ايه يا شباب؟ مين فاكر لسه قايلها؟ يجدون ليله هنا ليلهم بيقضوا لهم، بيعملوا ايه؟ سجد وقيام. يعني ايه السجود والقيام؟ يعني الصلاه. فالايه الكريمه ولا بتستمر في ذكر صفات الرضا الرحمن، يعني هقدم معاني الكلمات. يلا نشرح. بتقول لي تمام. بتستمر الايه الكريمه في ذكر الصفات اللي بيتصف بها الرضا الرحمن، عشان احنا كمان نتحلى بالصفات الجميله دي. فالايه دي بتقول لي الصفه الثالثه، وهي ان هم بيقضوا الليل في الصلاه، او بيكثروا الصلاه خشوع وايه، متذللين الى الله سبحانه وتعالى في السجود والقيام. يلا نبدا في موطن الجمال. قبل ما ابدا في موطن الكلمه الجمال، في كلمه او جمله مش واضحه؟ لا تمام. تمام، سيف عشان انت اول واحد هيسمع، اتفقنا؟ القديم ولا دلوقتي؟ دلوقتي الجديد زي ما بنعمل المره اللي فاتت. طيب تمام. طيب بسم الله كده نبدا. انا في حاجات كده انا مش هكتبها بقى، احنا اتفقنا اي مضارع فيه ايه، تجدد الاستمرار استدرسته صح كده؟ خلاص دي بقى معروفه. يبقى اي مضارع فيه ايه يا شباب؟ تجدد الاستمرار استدرسته جميل حبيبه عائشه، متالقين البنات متالقات. نبدا بسم الله. اول حاجه يبيتون، معنى كده ان هم هل الصلاه دي مره واحده ولا فيها مداومه واستمرار؟ بدوام استمرار. دوام واستمرار. طب ليه الآية الكريمة قالت يبيتون؟ يعني احنا بنتكلم عن صلاة الليل، صح كده؟ ولا يبيتون يعني ليلا؟ معنى هل هم ما بيصلوش بالنهار، ولا عشان في شيء بيميز صلاة الليل؟ مين يعرف ليه الآية الكريمة ذكرت صلاة الليل؟ أو يعني ليه الصفة دي بالذات هي اللي ذكر بيها عباد الرحمن؟ لأن دي يعني فئة نادرة من الوقت عباد ما الرحمن هم بننزل اللي بيعملوها. اكيد ان مش كل، يعني حبيبه بتقول لنا ان مش كل الناس بتقيم الليل. ايه تاني كنت هتقول ايه يا حبيبه سيف؟ أيوة، مش كل الناس بتقوم الليل لأن دي الوقت اللي بننام فيه.
يبقى النوم بيغلب على الصلاة يعني. الله ينور عليك حبيبي. قالت لي ان مش كل الناس، فهم شيء بيميزهم ان هم قليلين. سيف قال لي ان هم بيضحوا بوقت راحتهم، صح كده اللي انت تقصده يا سيف؟ صح؟ ايوه ايوه ممتاز ممتاز. ايه كمان؟ مين حد على فكره، مفيش حاجه اسمها صح وغلط، دي افكار. يعني الجمله بتاعت حبيبه دي انا اول مره تيجي في دماغي، بس جميله جدا. يخشعر في الصلاة بعيدا عن الناس يعني. بالظبط، ان الدنيا هدوء فيبقى في خشوع، دي حاجه. بعيد عن شبهه الرياء. يعني ايه الرياء؟ يعني النفاق. تمام؟ ليه؟ هل يعني الناس اللي بتصلي بالنهار منافقين؟ لا، ما اقصدش كده، بس يعني في شبهه انه ممكن بيعمل الطاعه دي قدام الناس عشان الناس تعرف انه بيطيع الله، لكن اللي بيعمل الطاعه دي في الخفاء معنى كده انه في عنده رياء، ولا هو بعيد عن الشبهه دي تماما؟ ايه ده الشغل؟ طيب بص، انا هعمل ايه؟ انا هعمل على بيتون دي مربى، مش هنعرف نسميها عشان فيها كلام كتير، بس اهم حاجه نفهمها. يبقى الايه الكريمه عبرت اول حاجه بالفعل المضارع، ليه؟ عشان بتدل على ان هي دي عباده دائمه عندهم وطاعه مستمره، بيداوموا الصلاه. يعني ايه؟ هنا احنا قلنا المضارع في التجدد والاستمرار، يعني ايه؟ مش النهارده بس، لا، ده امبارح والنهارده وبكره وبعده، يقول الى ما شاء الله، على طول بيداوموا على قيام الليل. ثاني حاجه زي ما انت قلته، الايه الكريمه خصت يعني ايه؟ ميزت الصلاه ليلا. ليه؟ لأنها بعيدة عن الرياء. متهيألي لأنها بعيدة عن الرياء سهلة نسمعها. فحسب فيها أنه ذكر صلاة ليلا لأنها بعيدة عن الرياء، بس كده. طب يا ست تقولها؟ هقولها مرة كمان. يا بيتون توحي بالصلاة ليلا. ليه؟ لأنها بعيدة عن الرياء. تقدر تقولها انت؟ توحي بالصلاة لأنها بعيدة عن إيه؟ رياء اللي هو النفاق. الرياء، بص، الرياء. هي بص شفتها؟ أكتبها؟ لا لا، عشان تشوفها بس، مش شفتها؟ أيوة شفتها. انا بس بوريها لك عشان بس ايه، ممكن يبقى مش سامعني مظبوط. طيب شكرا يا استاذ سيف. طيب هسالكم سؤال، احنا لما امبارح كده صلينا الفجر او النهارده صلينا الضحى، أول حاجة إحنا بنقيم وبعدين نسجد، ولا السجود الأول وبعدين القيام؟ أنهي الترتيب الأول، السجود ولا القيام؟ قيام. هي الآية قالت قياما وسجدا، ولا قالت سجدا وقياما؟ إشمعنى الآية؟ ده أسلوب وسيلة الظهور والتأخير للتخصيص والتوكيد. لا بص، إحنا اللي ربيهم القصر بيكون في ركن من اركان الجمله، لكن سجدا وقياما هما الاثنين عطف ومعطوف، والاثنين ايه؟ ليهم يعني نفس الترتيب في النحو، فاهمه نقصد ايه؟ لكن لربيت ده جر ومجرور، قصر. لكن سجدا وقياما لا، ما فيهاش اه شرط. اه يعني ايه؟ الايه الكريمه ذكرت السجود قبل القيام. ليه بقى؟ اشمع يعني دايما الحاجه اللي بقولها الاول اللي عايزه الفت مش النظر. السجود اهم؟ ليه؟ صح، ليه؟ زي ما انت قلتي بالظبط، ليه؟ دايما هتلاقوا في الاشعار، ولما تكبروا وتدخلوا ثانوي باذن الله السنه الجايه، هتلاقوا في الاشعار لما انا اقدم حاجه في الاول او اقول حاجه قبل مكانها، معنى كده ان دي ليها مكانه مميزه، فهي مهمه لدرجه ان احنا هجيبها قبل مكانها. طيب ليه السجود ليه مكانه كبيره عشان كده ذكر في الاول؟ مين يعرف يا شباب؟ احنا بنفكر سوا، يعني ممكن تيجي في دماغكم فكره ما تجيش في دماغك. لان في السجود يعني ده اكتر عشان موضع في خاطر الصلاه بنكون قريبين من ربنا. برافو حبيبي، اه بتهيألي عائشة كنت هتقولي حاجة تانية مو؟ لا لا انا نفس الكلام. طب أفكاركم زي بعض دي ما شاء الله. يبقى تاني ليه؟ لأن أكرم ما يكون العبد لربه وهو ساجد. ده أكتر وقت أنت بتكون قريب لربنا، إمتى؟ وأنت ساجد. يبقى الآية الكريمة قدمت السجود قبل القيام للاهتمام بالسجود. طب ليه الاهتمام بالسجود؟ لأن الحتة دي أنا هقولها، الجزء اللي أنا هقول عبر عنه بالمعنى اللي أنت تحبه. لأن أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد. طب أنا لازم أقول زي ما أنت قالت؟ لا، مش أنت فهمتها؟ قولها لي بطريقة، مفيش مشكلة. لأن أقرب ما يكون، يبقى إيه؟
الآية الكريمة قدمت السجود عن القيام. ليه الآية قدمت السجود؟ للاهتمام به. يبقى دايما دايما أي سؤال بقى لما نيجي نكبر في سنة بإذن الله، أي حاجة دايما دايما أي حاجة بجيبها في الأول هتقولي للاهتمام به بالمتقدم أو به، تمام؟ الحاجة اللي جبتها في الأول مهم، وبعدين احكي هي ليه مهمة. أنا كده إيه خدت درجة بإذن الله. يبقى للاهتمام به ليه؟ لأن أقرب ما يكون العبد لربه وهو ذكر. حلو الكلام؟ تمام. عايزة مين؟ حبيبة؟ يلا حبيبة. هنقول الأولى مع حبيبة. الأول. أو من الأول، من أول يا بتقول. ماشي. يرثون، لا يرثون ايه، يبيتون ايه الذين هم ايه ده بتاعنا، انا نسيتها. لا لا بصي، لا ما فيش حاجه اسمها نسيتها. انت مش فاهماه اشرحي لي اللي انت فاهماه، مش لازم اللي انت حافظاه، لا اشرحي اللي انت فاهماه. اه ماشي. الذين يرثون الأرض، هي فعل مضارع لأنها عادة مستمرة يقوم بها عباد الرحمن، و يعني ربنا خصهم بالصفة دي لأنهم يقومون بهذه العبادة في الليل ليكونوا يعني بعيدين عن الرياء. ممتازة ممتازة. ايه الجمال ده؟ ايه تاني؟ تمام. ممتازة. وإيه تاني؟ وسجدة بس قدمناها على ايوه احنا لسه بقى السجود قدمناها على قياما لأهمية السجود، لأنه أكثر موضع يكون فيه المؤمن قريبا من الله. يا عم الاسلوب الجميل ده، ما شاء الله اللهم بارك. جميل. طيب احنا يوم الخميس باذن الله هيبقى عندنا امتحان على النحو وعلى لغات ما هنوصل في عباد الرحمن. انا تذاكر اول بقى مش المذاكره. طيب بعد كده يعني هاي صح حضرتك. احنا في الايه دي خدنا يبيتون وسجادا، تمام؟ اكمل. طب تاني هقولهم، انا على اساس ما انت قالت، ما انا هقولهم تاني، ركز معايا وكله يراجع معايا. الايه قالت يبيتون لربهم سجدا، بيقضوا الليل. احنا من صفات الرحمن ان هم بيقضوا الليل في الصلاه. طيب الايه الكريمه ذكرت قيام الليل او صلاه الليل ليه؟ لانه مهم. طب ليه مهم؟ لانه بعيد عن النفاق، الواحد بيصلي بالليل ما حدش شايف. طيب وقدمت الايه الكريمه السجود عن القيام، رغم ان احنا في ترتيب اركان الصلاه احنا بنقيم الاول وبعدين بنسجد. طب ليه الآية قدمت السجود الأول لأهمية؟ طب ليه مهم؟ لأن أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد، أقرب مكان بنبقى فيه لربنا أو أقرب وقت بنكون فيه قريبين لربنا بنكون وإحنا ساجدين. تمام؟ إحنا خدنا كده موطنين جميل، في مشكلة يا أحمد؟ ما فيش مشكلة. طيب عندي بقى القصر البنات قالوا لي إيه هو؟ الآية الكريمة قالت يبيتون لربهم، اللام حرف جر ورب اسم مجرور. هنا قصر بالتقديم والتأخير للتخصيص والتوكيد. إزاي في غير القرآن المفروض الجر والمجرور ده يكون في آخر الجملة لأنه مش ركن أساسي. طيب ركز معايا بقى، فاكرين من زمان كنا بنقول القصر يفيد إيه؟ مين فاكر؟ أنا لسه قايلاها دلوقتي، القصر دايماً يفيد إيه يا شباب؟ تخصيص قصر التوكيد. تخصيص التوكيد قصر. الآية دي بقى باين فيها يعني إيه تخصيص قوي قوي قوي. هنا يبيتون لربهم جدا، هنا أنا خصصت إن البيات والسجود ده لربهم بس، خصصته لله سبحانه وتعالى. ففكرة التخصيص باينة قوي في الآية، يعني لو إحنا قابلنا قبل كده مش فاهمين الآية دي واضح فيها قوي يعني إيه تخصيص وتوكيد. خصصت إن الصلاة دي خصصتها لمين؟ لله بس. يعني ايه خصصت؟ يعني ايه بقت مخصصه لي او قصرا عليه؟ يعني ايه هو بس؟ مين مش فاهم يعني ايه قصر او تخصيص؟ مين مش فاهم يعني يعني ينفع تبقى فرض عليا، يعني ايه؟ حبيبي قول تاني معلش. اللي هي معناها فرض عليا يعني. لا لا يبيتون لربهم سجدا يعني ايه؟ مش ما هي احنا بنتكلم عن قيام الليل، قيام الليل مبدئيا مش فرض. طيب هنا لا مش بيتكلم في كده، هو بيقول لك يبيتون. طب اقول لك حاجه يا سيدي، لو انا قلت يبيتون سجدا
بس في غير القرآن، في غير القرآن من غير اللي ربهم. هلا هنا انا وضحت هما بيسجدوا لربنا ولا ممكن يكونوا بيسجدوا لحاجة تانية؟ لا لا مش وضح. صح. طيب لو قلت يبيتون سجدا لربهم، يعني حطيتها في مكانها يعني في اخر الجمله في غير القران، دي معناها ممكن يكون بيسجد لربنا وبيسجد لحاجه تانية. طب انا لو جبت لربهم دي في الاول، معنى كده ان السجود لربنا بس. طب تعالوا نجيبها في جمله تانية بره الايه الكريمه. لو انا قلت مثلا ايه، اذاكر ارضاء لامي، يبقى انا كده بذاكر عشان ارضي امي، صح كده؟ صح. طب ممكن اكون بذاكر عشان ارضي امي وفي نفس الوقت ادخل كليه الطب ولا هندسه، صح كده؟ معنى كده ان انا عايزه ارضي امي وحاجه تانية، صح كده ولا لا؟ صح. طب بصوا بقى، لو قلبت الجمله ازاي، ارضاء لامي دي مفهومه، جبته في الاول وقلت ارضاء لامي اذاكر، معنى كده انا قدمت دي، معنى كده انا بذاكر عشان ارضي امي بس ومش مهم حاجه تانية. خصصت، يعني ايه خصصت؟ بقيت حكم المذاكره غرضه بس ارضاء امي، اللي بجيبه قبل مكانه بعمل تخصيص. يعني ايه تخصيص؟ ليه هو بس. طب تعالوا للايه الكريمه، يبيتون لربهم سجدا، هم بيسجدوا لربنا بس ما بيسجدوش لاي حاجه تانية. مين مش فاهمها يا شباب؟ مين مش فاهمة؟ تمام كده. مش محتاج نحفظ حاجة، مش لو في حاجة مش فاهمة أقول. حد هيقول حاجة كنت تقول يا سيدي. لا بقول تمام. تمام، يبقى احنا قلنا يبيتون للربين سجدا قصر بالتقديم والتأخير، قدمنا الجر والمجرور للتخصيص ان العبادة دي لوجه الله بس، هما بيصلوا عشان ربنا بس، مش عليهم بيصلوا ولا عشان حد يشوفه يوم يقول الله دول بيتقوا الله، لا هم بيصلوا عشان ربنا بس، ما فيش اي غرض تاني. فالتقديم التاخير انا خصصتها بس عشان ايه؟ ارضاء لله سبحانه وتعالى. يبقى انا هعيد تاني عشان شوفوا اللي عليها الدور. جاهزه؟ انا هعيد تاني، ركزي معايا. اول حاجه يبيتون مضارع يدل على مداومه الصلاه لنا. وطب وهنا ذكر الآية الكريمة أو حددت الصلاة ليلا، اشمعنى ليلا؟ لأنها بعيدة عن الريح. طب يبيتون للربين سجدا قصر بتقديم الجر والمجرور للتخصيص والتوكيد، وسجدا قدمنا السجود عن القيام. أنا براجع يا شباب عشان تركزوا معايا اللي لسه داخل متأخر. قدمنا السجود على القيام ليدل على أهمية السجود، لأن أقرب ما يكون العبد لربه هو ساجد. طيب دلوقتي عائشة هتسمع، فأنا براجع مع عائشة. يلا حبيبتي. يبيتون والذين يبيتون، أول حاجة مضارع يفيد التجدد على مداومة السجود في والقيام ليلا، ممتازة. وخصوصا صلاة في الليل، لأنها تكون في خشوع وإخلاص، عن يعني بعيدة عن الرياء. وسجدا وقياما أسلوب قصر للتقديم والتأخير للتخصيص والتوكيد. تمام. مش يعني مش سجدا وقياما دول تنضد. ما لسه حاولت، اصبر عليا احرقي لي المفاجات انت لسه. طيب انا كنت لسه هقول يا جماعه، مين يطلع لي تضاد في الايه الكريمه؟ راحت عائشه على طول قالت لنا ان في تضاد، هنعمل اكس كده، دي معناها تضاد، او بلاش اكس في القران، خلينا نكتبها تضاد احسن. وفي النصوص، النصوص الشعر نكتب ايه؟ طب نكتب ايه؟ نعمل الاكس، يبقى تضاد ما بين كلمة سجدا وقياما للتخصيص والتوكيد. الزوم لو قفل هتعمل ايه؟ هتحفظ اللي احنا خدناه، عشان اول ما هدخل هختار حد يسمعهم لي كلهم. اتفقنا؟ نعم.
ميس على فكرة ميس ممكن أي حد يعمل لينك يعني، وحضرتك وعامل يعني خلي حضرتك النص. بص اقول لك حاجه، مين ما مين الايه نفسها، ايه؟ مين هي بس؟ مين ما حفظش الايه، نعم؟ مين ما حفظش الايه. أنا. طب في العشر دقايق دول احفظ لي اول ايتين، ايه رايك؟ اللي انا هختار حد عشوائي اخليه يسمع الايه، اتفقنا؟ تمام. اللي هي لحد 64، ايه بابا لحد 64 لغاية 65 بقى، خد معاك 65 لغاية، تمام ماشي مش مشكلة. قول لي يا ميسا نفذت لغاية كام، بس بشرط تمام المرة. انا كده احفظ اول ايه بس، نعم حبيبي، ما كده احفظ اول ايه بس. كمل الباقي. أهم حاجة المرة الجاية كله يبقى حافظ، وزي ما قلنا الخميس بإذن الله في امتحان، فكله بقى يذاكر أول. يلا نشوف الأهل اللي وراه بتقول إيه بقى. والذين يقولون ربنا اصرف عنا جهنم إنها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. هنفتح عشان في نفس إيه علاقة ببعضهم. يلا نبدأ بمعاني الكلمات. الأول الآية رقم 64، حد عنده أي سؤال؟ تعملها كويس؟ نكتب الآية 65 و66 عشان الاثنين نفس المعنى. نبدأ معاني الكلمات. يعني ايه اصرف ابعد، يعني ابعد؟ ابعد. ابعد عكسها قرب قرب. انا البنات متألقة ومتسعة ومستمعة صوت الولاد خالص. ان عذابها، ان اصرف عنا عذاب. اول حاجة يعني ايه عذاب؟ أقول طب ايوه كده صح، ومضادها ايه؟ عين جزاء. نعيم. لا الجزاء يا شوشو تنفع شيء طيب وسيء. يعني ايه؟ لو انت عملتي كويس انا هجازيكي خير، ولو عملتي سيء هجازيكي شر. الجزاء تنفع المعنيين، فعكس العذاب النعيم، تمام. تبقى حاجه كويسه. طيب جمع عذاب ايه يا شباب؟ عذابات أو قصدي درجات. أول حاجة جمعها جمع مؤنث سالم، عذابات، يبقى أول جمع عندي عذابات. في جمع تاني أعذبها. هو أنا لازم أحفظ الاثنين؟ ما أحفظ واحد وخلاص. افرض جالي اختيارات زي ما المصحف عامل لي في الامتحان، تمام كده؟ عذابات وأعذب الاثنين إيه؟ يمشوا. يبقى أنا عندي كلمة عذاب معناها عقاب ومضادها نعيم، وجمعها أعذب وأعذب. طيب إن عذابها كان غراما، يعني إيه غراما؟ لزاما، لازم لازما او لزاما، يعني متصل بصاحبه اتصال ما بينقطعش عنه ابدا. يعني بالعافيه كده لما نقول ايه لازق فيه ما بيسيبوش. يبقى ربنا سبحانه، يعني هنا عباد الرحمن بيدعوا ربنا يبعد عنهم عذاب جهنم. ليه؟ لكذا سبب، منها ان عذاب جهنم لا يفارق صاحبه، لا كان غرامه، غرامه يعني لزاما. مضادها ايه؟ يعني غرامه هنا معناها ما بيسيبوش، يبقى عكسها ايه بقى؟ بيسيبوا، صح؟ بيسيبوا. هنقولها ازاي بقى؟ مين يعرف؟ يفارقه. ممتازه، مين اللي قال لك حبيبه؟ صح؟ خليها بقى البني ادم اللي يفارق ده فعل، خليها اسم تبقى مفارق. ما شاء الله اللهم بارك. مفارق يبقى غرامه عكسها، عكسها مفارق. نيجي بعد كده انها ساءت. ساءت يعني ايه يا شباب؟ قبحت. جميل. انها ساءت مستقرا ومقاما. مكان المستقر مكان استقرار، والمقام موضع الاستقرار والاقامه. هنا في بينهم ترادف، موضع الجمال. مستقر لو جينا نجمع جمع الفتحه جمع مؤنث سالم هتبقى ايه بقى؟ مستقر لو جمعناه جمع مؤنث سالم هتبقى ايه؟ استقرار. دي كده معاني الكلمات. اعيد فيهم حاجه قبل ما ابدا في الشرح. لا لا تمام. لا الكلمه غير الصغرامة، غير الصغرامة ما سمعتش. غرامه يعني دائما، يعني دائما لا يفارق صاحبه، فعكسها مفارق. عكسها ايه؟ مفارق. طيب حاجه ثانيه يا شباب.
تمام. هنا الآية الكريمة دي بتقول لي صفة تانية من صفات عباد الرحمن، إن هما بيدعوا ربنا دعاء. إيه الدعاء؟ إيه الشيء اللي هما بيدعوا ربنا بيه؟ إن هما بيدعوا ربنا إنه يبعد عنهم عقاب جهنم. ده أنتوا اللي بتباتوا الليل، تخيلوا الناس اللي بتباتوا الليل وما بتداوم مع الصلاة خايفين من عذاب جهنم. طيب ليه خايفين من عذاب جهنم؟ لأن عذاب جهنم سيء جدا. ليه بقى؟ أول حاجة إن مفيش إيه مفر مني، ده طيب. تاني حاجة إنه أسوأ مكان للاستقرار، يعني إحنا في الآخر نهايتنا يا جنة يا والعياذ بالله بعد الشر إيه؟ نار. هم بيقولوا إن أسوأ مكان نستقر فيه في النهاية يكون إيه؟ والعياذ بالله هو الإيه؟ ربنا يرزقنا جنته. فهو هنا يا بس أيوة إسلام إزيك؟ كويس بس ممكن بس تعيدي بس الآية الثانية الشرح بتاعها بس بسرعة. انت كنت معايا داخل باسم تاني ولا انت لسه داخل دلوقتي؟ أنا كنت معاك بس كان المايك بايظ فما كنتش عارف أتكلم، أنا كنت بحسب نفسي بتكلم. عشان انت اللي عليك الدور اصلا. طب ركز معايا، انا هعيد الشرح كله ماشي حبيبي؟ طب ماشي والذين يقولون ربنا اصرف، يعني ابعد عنا عذاب جهنم، بعيد معنى الكلمات، ان عذابها كان غراما، يعني غراما ملازم لصاحبه لا ينصرف عنه، انها ساءت اسوء او اقبيح، ايه بقى؟ ساءت مستقر مكان استقرار وايقاف. فهنا عباد الرحمن الايه رقم 65 و66 بتوصفهم او بتذكر ليهم دعاء دايما بيدعوا ربهم. ايه الدعاء؟ بيدعوا ربهم ان هو يصرف عنهم عذاب جهنم، يبعد عنهم عذاب جهنم. كذا سبب، اول سبب انها ان عذاب جهنم كان، ان عذابها كان غراما، يعني ايه غراما؟ مفيش مفر منه، لازق في صاحبه كده زي ما بنقول والعياذ بالله. طب ايه كمان؟ ان عذاب جهنم او جهنم اسوأ مكان الانسان يستقر فيه. يبقى تاني الشرح ان عباد الرحمن بيدعون الله ليل نهار ان هو يبعد عنهم عذاب جهنم، خايفين من عذاب جهنم. ليه؟ لان عذاب جهنم لا يفارق صاحبه، واللي ربنا سبحانه وتعالى عليه العذاب فلا مفر منه، مش هيهرب، ما يقدرش يهرب. وايه كمان؟ انها اسوأ مكان للاستقرار. تمام يا اسلام كده؟ انا لسه ما بدأتش معلش يا سؤال ثاني ماشي يا بس تمام، فهمت ولا تحب اعيد لك حاجه؟ في حاجه مش واضحه؟ لا إله ثاني معلش يا بس انا يا حاضر ركز معايا كده. تاني بقى عباد الرحمن بيدعون الله ان ربنا سبحانه وتعالى يبعد عنهم عذاب جهنم، يبعد عنهم العقاب او يبعد عنهم جهنم. ليه؟ لان ان عذابها كان غراما، يعني ايه غراما؟ لازما، يعني ايه؟ لا يفارق صاحبه، يعني ايه برضه؟ لا مفر منه، مفيش مفر منه، مفيش منه. يبقى بيدعوا ان الله سبحانه وتعالى بيدعوا ربنا يا رب يا رب ابعد عننا جهنم. طب انتوا ليه يا مؤمنين خايفين من جهنم؟ اول حاجه لان جهنم عذابها لا مفر منه، كان غرامه لا مفر منه. ايه كمان؟ انها ساءت مستقرا، انها اسوأ مكان للاستقرار والاقامه. تمام كده اسلام؟ ما يوش. نبدا بقى في مواطن الجمال، كله ركز واسلام يركز عشان هو اللي عليه الدور. اول حاجه مين يقول لي ربنا جاي تحت اسلوب؟ اسلوب ايه ده؟ استغني ده نداء. نداء، ايوه بقى. مين هيقول لي نوع المنادى؟ نداء سلفي ايه؟ أسلوب أغراضه التعظيم يعني شبيه مضاف ايه؟ يا مس ده شبيه مضاف تنوين مضاف، يعني في تنوين؟ شبيه مضاف؟ لا احنا في أصل تنوين؟ يا مس في نون في واو. نون النون دي هي مضاف إليه فلا ده هيبقى مضاف ده هيبقى مضاف ايوه كده. فاكرين لما قلنا انتوا نسيتوا ولا ايه؟ ان اي منادى يتصل بضمير على طول هو نوع مضاف، خلاص خلص الكلام. نوعه ايه؟